أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فرسان الإنتاج. إحنا النهاردة موجودين في محافظة الغربية، مركز كفر الزيات، وتحديدا في قرية ديانة، علشان نتكلم عن واحدة من أهم الصناعات، صناعة تخليل الأسماك. صناعة تخليل الأسماك صناعة قديمة قدم الإنسان. علشان نعرف أكثر أسرار عن صناعة الأسماك وكيف يتم حفظ الأسماك وتصنعها أو حفظ الرنجة وتصنعها، معانا فارس من فرسان الغربية هيكلمنا عن أهم أسرار صناعة الرنجة. تابعونا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. أسرار كتير هنعرفها عن كيفية وطريقة تخليل الأسماك من فارس من فرسان الإنتاج، وهو الأستاذ أحمد زكي. هيكلمنا عن صناعة الأسماك وتخليل الأسماك، وهيكلمنا عن أسرار كتير هنعرفها جوه الحلقة. برحب بك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. أستاذ أحمد، كلمني عن كيفية صناعة الأسماك أو كيفية تخليل سمك الرنجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هو إن شاء الله بالنسبة لتخليل الأسماك بنبدأ بمرحلة مرحلة، منها الأول مرحلة اللي هي بنجيب السمك من التلاجات بتاعتها، وبعدين بنفرده في المصنع، وبنبدأ بالشطيف الأول قبل مرحلة التمليح. بعد ما السمك بيحل من التلج، السمك بيبقى جاي مجمد وكده، فبيحل من التلج، فبنبدأ بعد كده نشطف السمك بالمية. وبعد ما نشطف السمك بالمية بنبدأ نملحه في حواض. هوريها لحضرتك، حواض عبارة عن حواض إشاني. بنبدأ نملح السمك ونفرد عليه الملح وبكمياته، يعني مثلا إيه كل حاجة حسب طاقتها، يعني مثلا الطن بيحس مثلا نص طن ملح عليه. وبيبدأ بعد كده التمليح، بيقعد مثلا حوالي من 3 أيام لأسبوع حسب نوعية السمك ذات نفسه. دي فترة التمليح داخل المصنع أو داخل الحوض. بعد ما نملح وبيعدي بقى فترة التمليح، بنبدأ نطلع السمك، نبدأ نقرر عملية الشطيف تاني. بنبدأ طبعا ده عليه اي راسب ملح اي حاجة، بنبدأ نشطفه وبنبدأ حضرتك نعلقه في الاسياخ زي ما انت شايف كده. قبل بس مرحلة ما نعلق في الاسياخ، انا بس يمكن البعض مش عارف نوع السمكة دي ومصدرها، يعني هي اسمها ايه ومصدرها منين، يعني هل السمكة دي انتاج محلي وهي اصلا اسمها ايه؟ هو بالنسبة للسمكة دي، السمك ده مستورد، بنستورده من النرويج او من هولندا او ايسلندا او اسكتلندا، هي الدول اعلى البحار اللي هي المناطق اللي بيبقى فيها درجة الحرارة أقل من الصفر، عشان يقدر يتعايش السمك ده في هناك في المناطق دي. وبيبدأ بعد كده بنبدأ نستورده من هناك. طبعا في مستوردين ومعانا الحمد لله بطاقات استيرادية نجيب السمك عليها، وبعد كده بيجي هنا عندنا مصر، وبنبدأ بقى نبدأ في مراحل التصنيع بتاعته. قلت لي بقى السمكة دي اسمها ايه؟ السمكة دي اسمها هيرنج. بالنسبة للهيرنج طبعا مجاله واسع، يعني في حوالي 10 دول بنستورد منهم الأسماك دي. لكن موضوع التخليل ده لا يصلح إلا في سمكة الهيرنج، ولا في أنواع تانية حاولتوا تجربوها؟ لا، كرنجة ما يصلحش فيها، لا. أنضف نوع وأحسن نوع وبيدي معانا منتج كويس هو الهيرنج. حطينا الأسماك في الحوض وضفنا عليها نسبة الملح وقعدت في الحوض حوالي اسبوع تقريبا، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بنبدا بقى مرحله الشطيف تاني، وبنبدا مثلا نعلق بقى في الاسياخ زي ما حضرتك شايف كده في الاسياخ. تبدا مثلا تقعد 24 ساعه على ما تنشف من المياه اللي هي فيها، وبعدين نبدا بقى مرحله التدخين. تخش الفرن اللي انت حضرتك شايفها ديت، نبدا ندخن بقصع نشاره خشنه، التدخين على البارد بحيث ان هو درجه الحراره مثلا ما تعلاش عن 30 او 35 داخل الفرن،
عشان ما تبداش ساحل السمك وتبدا تعمل تهتك في الانسجه. فطبعا مرحله التدخين ديت بتستفاد منها ثلاث حاجات، منها لون السمك بيكتسب ريحه وبيكتسب مرحله سوى برضه. فبعد التدخين طبعا بيقعد فتره مثلا من حوالي 24 ساعه 36 ساعه تدخين. طبعا بعد ما يعني تقريبا بعرضه للحراره درجه حراره 30 لمده يوم ونص. لا بتتفاوت بقى، يعني مثلا ايه الدخنه بتقعد مثلا نفضل السمك في الفرن مثلا بياخد ساعتين دخنه وبعد كده ساعتين راحه، ساعتين دخنه وبعد كده ساعتين راحه، لان هو مش هيكتسب الدخنه ومش هيكتسب اللون الا بالعوامل الجويه. لازم الهواء، الهواء مع الدخنه، الهواء مع الدخنه، ياخد الدخنه الهواء يبدا يثبت الدخنه على السمك. بعد ما يثبت الدخن على السمك بنبدا نديله لحد ما يوصل لدرجه اللون اللي احنا عايزينها، اللي هي حضرتك زي ما بتشوف لونه الذهبي. فبعد كده بقى يعني يبدا ساعتين وساعه ساعتين وساعه ساعتين وساعه راحه، يبدا بعد كده بقى ايه خلاص السمكه خدت وضعها خدت لونها، نفتح قلب السمكه نتاكد ان هو خلاص كملت سوى. بعد كده نبدا ايه نبدا بقى في مرحله العبوه والفرز. طبعا مرحله العبوه والفرز دوت اي سمكه مسلخه زي ما انت شايف حضرتك، ممكن سمكه زي دي طبعا ما تخشش، اللي نبدا نفرز بقى السمك كله على العبوه. نبدا بقى بعد كده يبقى هي بقى ديات المرحله النهائيه بالنسبه للسمك، مرحله العبوه. نبدا بقى نفرز ونجنب البايظ والمقصر او الكلام اللي مطرح ما بنشتغل، ونبدا في العبوه. بعد كده بقى يبقى خلاص كده بعد العبوه يبقى بقى منتج نهائي نبدا نوزع فيه. كلمني عن الصناعة دي، أنا شايف وإحنا داخلين يعني أن صناعة بتعتمد على العنصر النسائي، كلمني عن دور العنصر النسائي عندك في المصنع. لا هو مش اعتمادها كل ككل على عنصر النسائي، طبعا ما بتستغناش عن العنصرين سواء الرجالة أو الحري أو السيدات. هي بالنسبة للسيدات بصراحة يعني إحنا بنحب التعامل معها هي عشان النظافة ديت نمبر 1، يعني دايما الست تحب النظافه حواليها، ومع ذلك تحس انها عندها طوله بال بقى. يعني الست مهما كان عندها طوله بال عن الراجل، وبعدين احنا شغلتنا ديت بتحتاج طوله بال. يعني انت حضرتك شايف مثلا كميه السمك ديت بتتعلق سمكايه سمكايه، فممكن الراجل بيزهق من حاجه زي دي، انما الست عندها طوله بال بتفضل معاها وبتحافظ بصراحه. ده غير بقى عامل الاساسي بالنسبه لها هي النظافه، الست بتبقى النظافه عندها ديت غريزه، مش عايز اقول هي غريزه، فبتبدا تديني بصراحه شغل كويس، وده اللي انا يهمني. يعني انا يهمني في الاخر ان انا منتج يبقى كويس ويبقى مثلا ما فيهوش اي ملحوظات ولا اي حاجه من دي او الكلام ده. فبالتالي يعني هي ده اللي مخلينا متمسكين بالعنصر النسائي. استاذ احمد كلمنا عن بداياتك في امتهان مهنه تخليل الاسماك، يعني ازاي بدات؟ هل ده حاجه متوارثه ولا انت قررت من نفسك ان انت تعمل مصنع لتخليل الاسماك؟ لا هو الحمد لله بفضل الله والمهنه متوارثه. يعني انا جدي كان فسخاني، جه والدي حب يتطور دخل مع الفسيخ مصنع الرنجه، فبدأنا الحمد لله يعني بنحب صناعتنا زي ما انت بتشوف اي واحد مثلا يقول لك بيتقن صناعته وبيحب صناعته، فاحنا الحمد لله حبينا المهنه فبدأنا ندي فيها وبدأنا نتوسع فيها. يعني عندك بالنسبه للمهنه ديت في كتير دخلوا فيها وما كملوش، لكن لله الحمد احنا بقالنا من دلوقتي كمصنع من 85 كمصنع من 85. اما بالنسبه للشغل الملح او اي اسماك مولحه كان مثلا تقول مثلا من الستينات او الخمسينات، فالحمد لله المهنه ديت كمهنه احنا حابينها وحابين ندي فيها وعشان كده بنبتكر فيها. يعني حاولنا انت مثلا الاول كان مراحل تطوير الرنجه ديت، الرنجه ديت ما كانش مثلا في فرام بالطريقه دي، كان شغلها الاول الدواليب خشب وبتتبنى كلها خشب. احنا دلوقتي دخلنا مثلا احنا طورنا في الفران، طورنا في معداتنا، بدأنا نتوسع فيها، وبالذات ان المنتج الرنجة كان الاول ما كانش حد قبل كده يستوعبه،
دلوقتي بقت أكلة رئيسية وأكلة شعبية. يعني النهاردة ممكن تلاقي الناس في الشغل قاعدين هنتغدى إيه، بقت شغلانة سهلة، بقت أكلة سهلة، والحمد لله احنا يسرناها. يعني دخلنا الفليهات، دخلنا البرطمانات، دخلنا الفلي المبطارخ، دخلنا فيها حاجات كتير، فبالتالي قدرنا الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، نخليها نيسر الأكلة زي ما بيقولوا على المستهلك. فهي ديت بصراحة المهنة اللي الواحد الحمد لله ربنا كرمه فيها والحمد لله عليها، يعني كحب مهنة، مش كان مهنة بتكسب أو ما بتكسبش، بغض النظر عن الماديات، هي الحمد لله الواحد احنا بنحب مهنتنا وبنحب صناعتنا، اللهم لك الحمد والشكر. هل بتواجهك عقبات داخل المصنع أو في عملية التصنيع، عقبات في عملية استيراد الأسماك؟ يعني في أي عقبات بتواجهك أثناء عملية التصنيع؟ هو بالتالي طبعا لازم في عقبات أثناء عملية التصنيع. يعني مثلا ممكن أنا بستورد السمك، طبعا أنا ما شفتوش هناك عند المستورد، فهل أما بيجي لي السمك يعني ببدأ أنا أشوف السمك يعني هل يصلح أو ما يصلحش، لأن في ممكن يجي لي سمك هارنج برضه ومع ذلك ما يصلحش في التصنيع. يعني سمكة الرنجة المعدة للتخليل لها مواصفات طبعا. طيب كلمنا عن أهم مواصفات السمك المعدة للتخليل أو اللي هتجهزها عشان تخليل. هي مواصفات السمك أهم حاجة يكون السمك فيه درجة نسبة دسم. نسبة دسم مثلا بنتكلم في نسبة دسم، احنا دايما ما نتفق مثلا نسبة دسم حوالي 15% أو 16%، نسبة الدسم ديت بتساعدنا في الصنعة، فهمني؟ غير ما يجي السمكة ما فيهاش نسبة دسم خالص، نسبة الدسم ما بتبقى قليلة فيها ديت بتكاد تكون خشب، يعني ما تنفعش، ما تصلحش، ما لهاش بقى صالح، ما تصلحش إلا الشوات، إن هي تخش على الشوي. إنما مواصفات السمك عندنا لازم يكون السمكة مثلا فيها نسبة دسم، لازم يكون قوام السمكة كويس متماسك، أحجام السمك بتفرق معنا. يعني مثلا دايما احجام، احنا بنحب دايما احجام السمك مثلا تتراوح السمكه ما بين 250 جرام ل 350 او 400 جرام. ماشي، لو جالنا سمك مثلا اقل من كده ده طبعا المستهلك ما بيقبلوش، فاهمني؟ فديت برضو حاجه من الحاجات اللي بتعيقنا فيها. اما بالنسبه للاجراءات مثلا الحمد لله الدوله ميسرها لنا بالنسبه للاستيراد، فالحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، الدوله كدوله واقفه معانا في الحته دي. يعني عارفة ان مثلا الدولة اكيد عندها علم ان دي سلعة بيعتمد عليها المستهلك او كده، فالحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله والشكر لله. طب كلمنا عن التطوير، تطوير الصناعة، يعني صناعة موجودة منذ قدم الانسان، كلمني كانت فين وبقت فين ووصلت لحد فين. هي بالنسبة للرنجة كرنجة ديت احنا مستوردين صناعتها من بره، انما كتمليح احنا الحمد لله يعني قدماء المصريين كانوا يعملوا السمك المملح ده زي المخلل كده جنب الاكل، ما كانش في اكل مثلا من غير اي سمك مملح، لان كمان يعني فوائده الغذائيه كبيره كفوائد غذائيه للسمك، والحمد لله يعني انا ارى ان هو بيخلي البني ادم يفرز هرمون السعاده في جسمه، والله اعلم اذا كانت المعلومه صحيحه او السمك بشكل عام ولا الرنجه. السمك المملح بشكل عام. اما الرنجه ديت احنا اكتسبناها من هولندا، يعني صناعه الرنجه ديت دخلت عندنا مثلا نقول في من الاربعينات او الخمسينات دخلت عندنا صناعه الرنجه دي. الاول كنا احنا بنستورد الرنجه، يعني والدي كان يقول ان احنا كان اول شغله في الرنجه كان يجيبها مستورده، لحد ما بدأنا نكتسب منهم الصنعة وصنعة رنجة، وبدأنا نفهم منهم مثلا السمك ده بيتصنع ازاي. السمك ده كان يجي لنا سمك وما كناش نعرف نصنعه، لحد ما خدنا الخطوات من بره، يعني عرفنا ان السمك دوت لازم ملح، تنشيف، دخنة، بنسبة الدخنة بتكون عاملة ازاي، التدخين، طريقة التدخين، طريقة التدخين مثلا وخطواتها، بدأنا نفهم من الناس اللي بره. بصراحة يعني أشطر دولة في الرنجة بصراحة هي هولندا، الهولنديين بصراحة. طيب احنا أخذنا الخبرة من هولندا وابتدينا نصنع، احنا فين دلوقتي؟ يعني التصنيع في مصر أو تصنيع الرنجة، هل بنقدر نصدر للسوق العالمي أو السوق الخارجي أو دول عربية، ولا احنا مقتصرين شغلنا داخل مصر بس؟
لا الحمد لله احنا بالنسبة لنا كشغل تطوير والحمد لله تقدمنا في الرنجة كبير، يعني الحمد لله احنا مغطيين يعتبر السوق العربي كله، وفي دول أوروبية برضو بتاخد مننا، يعني مثلا الأتراك تركيا، مثلا تركيا كل شغلها مثلا رنجة وأسماك مملحة من مصر، ماشي. الدول العربية كلها طبعا الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر كل شغلها رنجة وأسماك مملحة برضو من مصر، فهمني. فالحمد لله احنا بنسعى ان شاء الله لحد ما نودي منتجنا للبلد اللي طلعته، يعني باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله. طيب ايه اللي استاذ احمد زكي محتاجه من الدوله عشان تساعده او تمده؟ يعني لو عايز اخاطب المسؤول اقول له ايه؟ يعني اقدر اقف جنبك كمسؤول ازاي؟ والله هو بالنسبه للمسؤولين طبعا ما فيش غنى عنهم، ما انا لو قدرنا صوابهم والعشره شمع برضه احنا طمعانين في اكتر من كده. فهو بالنسبه لنا بس يعني ايه، يعني يجي السمك في الميناء يطلع على طول، دي نقطه بندفع فيه غرامات ياما في التاخير لو اتاخر علينا. تاني حاجه عندنا مثلا مشكله المصانع اللي مش مرخصه، المصانع اللي مش مرخصه دي برضه بتتعبنا كمصنع. انا مثلا مرخص بدفع ضرايبي، بدفع وبدفع وبدفع وبدفع، احنا بنسميها دايما مصانع تحرير السلم، ديت برضو بتتعبنا. يعني انا النهارده بتساوى بالمصنع اللي مش مرخص كجهه مسؤوله او جهه رقابيه بتيجي تراقب عليا، بتساويني بالمصنع اللي مش مرخص. فازاي انا راجل مثلا شايف التزامات الدوله ككل، سواء من واحد مثلا كنت ضرايب تامينات الصناعه الجهات اي جهه بتيجي تسالني طبعا بتلاقيني جاهز. فالمصنع اللي مش مرخص يعني احنا بنناشد الدوله انها يعني حتى توقف قدامه شويه، يعني توقفه ولا تقنن اوضاعه. انت شايف ان المصنع ده بيعوقك فيه؟ يعني انا لو مصنع ما فيهوش رخصه انما ملتزم بكل اجراءات السلامه والاجراءات الاحترازيه، شايف ان ده بيعوقك فيه؟ انت عندك عبء اكتر منه فبالتالي سعرك لازم يبقى اعلى، فالمنافسه مش شريفه تقصد؟ ما شاء الله عليك، انت كده جبت الاجابه. يعني فعلا بالنسبه لاعبائنا احنا اكتر، انا كعبائي اكتر، يعني انا راجل النهارده بدفع للدوله، هو ما بيدفعش حاجه خالص، هو ما بيغرمش حاجه خالص، هو مفيش جهه اصلا جهه بتقول له هات، انما انا طبعا انا ملتزم كده كده، انا راجل الدوله عارفاني وعارفه طريقي، فبالتالي بتتطلب مني متطلبات ولازم اوفيها، هو ما بيوفيهاش. فهمني حضرتك استاذ احمد، هاخدك تاني ونرجع على موضوع التصنيع او التخليل. انا دلوقتي لو في مرحله من المراحل زاد وقتها ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني انا المفروض اقعده يوم ونص عرضه للدخان او الدخنه وارجع افصل ساعتين وساعتين، لو عرضته للدخنه مثلا 4 ساعات ايه اللي ممكن يحصل؟ هقول لك انا النهارده مثلا، يعني هي بالظبط، معلش انا اقول لك مثلا، النهارده انا لو طبخت مثلا اللحمه على النار، واللحمه مثلا لو بتستوي بساعه انا قعدتها ساعتين، هيحصل ايه في اللحمه؟ اكيد هتنهر، هيبقى في تهتك وفي سيحان، خلاص باظت، مش هتبقى هي. يعني لو عايز 12 ساعه يتعرض للدخنه يبقى 12 ساعه على 6 مرات، ما ينفعش اعرضه ل 12 ساعه بشكل مستمر. لا 12 ساعه بشكل مستمر خلاص ما بقتش رنجه، بقت ميه، فاهمني. وبعدين ده سمك في الاول وفي الاخر، سمك ده عباره عن انسجه وزيوت وكده، فخلاص ما دام اتعرض لدرجه حراره عاليه، درجه زدت عليه في التسويه في الدخنه كلام من ده، كل ده باظ خلاص انتهى، فما ينفعش. وكل حاجة يعني حضرتك كل حاجة ولها صنعتها ولها اللي بيتقنها، يعني الحمد لله فضل ونعم ربنا سبحانه وتعالى، فلازم تكون مش أي حد يسهر على الشغل أو أي حد يبدأ يشتغل في الدخل. وحتى كذلك في مرحلة التمليح، النهاردة لو أنا مثلا السمك اللي أنا دوت أنا مثلا محتاج 4 أيام، أنا قلت لك مرحلة التمليح مثلا من 3 لـ7 أيام، ايه الفرق بقى؟ يعني ازاي اقدر احكم على السمكه دي اني محتاجه 3 ايام او 7؟ يعني من شكلها بتقدر تحكم عليها ولا من حجمها؟ يعني ازاي بقرر انها تاخد 3 او 4 او 5 او 6 او 7؟ هي بتبقى حسب نسبه الدسم، حجم السمكه، وقوام السمكه ذات نفسه.
يعني مثلا السمكة لو فيها نسبة الدسم عالية بالتأكيد أنا عايز ملح كتير. السمكة لو نسبة الدسم بتاعتها قليلة لا بخف في الليام بتاعة الملح، فهمني، وبخف في كمية الملح برضه. هي ديت الحاجات اللي بتخليني أقرر بقى إذا كنت مثلا السمك ده محتاج 3 أيام 4 أيام 5 أيام معايا لحد 7 أيام. دي أقصى فترة ممكن أحط فيها أو أحط السمك في الملح. بالظبط، يعني ممكن 7 ديت قليل قوي، يعني قليل قوي ما نوصل لها، بس هو برضو بتتحط في سمك بيحتاج كده، فاهمني. طب كلمنا استاذ احمد هنا عن اجراءات الاحترازيه او اجراءات الوقايه، بتتعاملوا ازاي؟ هل العاملين عندك بيبقى في جوانتات، في كمامات، يعني ازاي بتتعامل مع منتج في النهايه هو منتج بيستهلكه يعني اكتر من 70-80% من الشعب المصري؟ لا هو النهارده كمان وبالنسبه للايام اللي احنا عايشين فيها ديت ده لازم، يعني بغض النظر، هو الحمد لله الكمامات موجوده على طول بالنسبه للعماله. الجوانتيات بالنسبه طبعا للعماله اللي هي بتنزل تطلع الاسماك من الحوض وكده، وطبعا كمامات وجوانتيات، وبالنسبه لهم لهم الطلونات برضو الجسم اللي هي برقبه. فطبعا وبعدين كده كده الواحد لازم برضو يخاف على البني ادم اللي قدامه، وبعدين دي سلعه احنا بناكلها قبل ما الناس بتبدا تاكلها او تتداول فيها، فطبيعي ان انا حتى اخاف على نفسي قبل ما اخاف على حد يعني. فبالنسبه ديت الحمد لله الواحد بيعمل فيها ربنا سبحانه وتعالى، فربنا يوفقنا للخير يعني باذن الله. المصنع هنا بيشتغل بس رنجه او تخليل الرنجه بس، ولا ممكن بيدخل في صناعات تانية معتمده على التمليح او التخليل؟ لا والله حضرتك، هو بالنسبه للمصنع كمصنع عندنا هنا المصنع رنجه بس، انما المنتجات التانية بيبقى لها اماكن تانية. يعني مثلا الفسيخ عندنا الحمد لله ليه محله وليه مخزنه وليه المكان اللي بنصنعه فيه، لان طريقه تصنيع الفسيخ غير طريقه تصنيع الرنجه، ده حاجه وده حاجه، فبالتالي ديت لها تجهيزات ودي لها تجهيزات. فالرنجه احنا الحمد لله مهيئين المصنع هنا لانه ينتج رنجه بس، ماشي، باشكالها بقى الكتير، يعني مثلا من سكان فيليهات او مغلف او الفاكيوم او العبوات اللي هي الخمسة كيلو، العبوات الكيلو ديت شغل الرنجة. شايف صناعة الرنجة رايحة فين بعد كده؟ يعني ايه التطورات اللي ممكن تطرأ على هذه الصناعة؟ والله حضرتك هو بإذن الله يعني احنا بنجتهد وبنسعى وأمننا في الله سبحانه وتعالى، يعني زي ما قلت لك احنا طموحنا ان احنا نودي الرنجة للمكان اللي اتبدأت المنشأة ذات نفسه، فاهمني. فنشايف ان الصناعة ديت يعني اول حاجة اخدة نسبة عمالة كبيرة، اخدة مصانع كتير، فبالتالي النهاردة كصناعة اخدة حيز كبير يعني ما يستهنش بيه. يعني النهاردة اقل مصنع مثلا ممكن تتكلم في 20-30 عامل. كمان انت قائم عليك صناعات تانية، يعني صناعة اكياس البلاستيك، صناعة الورق، صناعة الصناديق الخشب، الكرتون، يعني انت قائم عليك صناعات تانية. اكيد، يعني ما هو الواحد سبحان الله يعني مصنع، معنى كلمة مصنع ان انا ورايا كم مصنع شغال، ماشي. يعني النهاردة مثلا ما نيجي نتكلم عندك شركة الملح نبتديها، طبعا المستورد اللي بيستورد السمك، يجي هنا عندنا المصنع، النشارة، النجار اللي بيبعت لنا النشارة، النجار اللي بيعمل لنا الصناديق، ورشة الصناديق، تيجي مثلا مصنع الكرتون، مصنع الاكياس، مصنع الورق، كل ديت. يعني انا لو عديت لك هتلاقي مثلا من ورانا غير بقى سواقين عربيات النقل والكلام دوت، ممكن تلاقي ورايا يجي 10-15 مصنع شغال عشان مصنع. طيب بالنسبه للعماله، يعني تملي بعض الصناعات بتعاني من العماله، يعني احيانا العماله بتبقى اما انها مش متوفره او انها يعني عماله غير منتظمه، يعني قول لي بس يعني بالنسبه للعماله عندك اخبارها ايه؟ لا هي مشكله العماله ديت هي مشكله، لان النهارده انت على ما بتربي عامل وبتخليه مثلا يتقن الشغل ومع ذلك انت مأمن عليه وتمام التمام، وهوب بتلاقيه طار.
فبتضطر احنا بنعالج المشكله ديت بايه؟ بنتعامل مع اول انفار. اول الانفار دوت احنا مثلا بنتعاقد معاه، انت تجيب لنا كل يوم 10 عمال 15 عامل، فاهمني؟ هو بيبدا يوفرهم لنا بقى ازاي، ما هي دي شغلته. انما بالنسبه لي انا كمصنع طبعا لازم يكون عندي عماله منتظمه، اقل حاجه مثلا يكون معايا 10 انفار دول ثابتين معايا، فاهمني؟ انما كمشكله ديت، المشكله ديت احنا مش يعني حلولها صعبه شويه، يعني مهما بتعمل العامل مهما بتدي له المغريات، مثلا هنثبتك، هنبدا مثلا نعمل لك عقودات، هنبدا نامن عليك، هنبدا انا عندي عماله متامن عليها ومشيت. اللي عندنا هنا في حاجه، المشكله ان هم مش قادرين يفهموا ان انت مثلا اما بتامن عليه وتخليه معاك خلاص بقى شغلته زي الحكومه بالظبط، فاهمني؟ ان انا بحافظ عليك. هو مش قادر يفهم ان دي، لا يقول لك مثلا الوظيفه احسن. طب ما هي دي وظيفه، فاهمني؟ ان هو ما يفهمش الكلام دوت، ان هو خلاص انت ما دام خدت عقد وتامن عليك بقيت بتتعامل نفس معامله الموظف، حتى هتتعامل مثلا بطاقه صحيه، هتتعامل بالتامينات، وهتتعامل هيبقى لك معاش، هيبقى لك. مش قادر، الناس مش قادره مش قادره تستوعب ده. هي الناس لو قدرت تستوعب ده هنحل المشكله دي خالص يعني فعلا. كلمني بس، يعني انا عايز اعرف منك من بدايه ما بتدخل السمكه عندك حوض التمليح لحد ما تخرج للتغليف، تقريبا الدوره دي بتاخد وقت قد ايه؟ الدوره ديت مثلا في حدود بس 10 ايام مثلا او ممكن 11 يوم، حسب برضو نوعيه السمك وحسب بدايته من الملح. لان مثلا السمك اللي بياخد 3 ايام مش هيقعد زي السمك اللي بياخد اسبوع. طبعا احنا بنتراوح مثلا من 10، هنقول مثلا من 10 ل 13 يوم ديت فتره ان انا ادخل السمك اطلعه رنجه، فاهمني؟ ادي كل الحكايه. كلمني برضو عن مواصفات المكان، يعني مواصفات المصنع، ايه اهم المواصفات اللي بتبقى متوفره داخل المصنع الرنجه؟ هو اي مصنع لازم يتوفر له ثلاث حاجات، يعني هو بيعتمد على ثلاث نقط، يعني ثلاث غرف. مثلا اول حاجه اللي هي غرفه العبوه، دي لازم تكون غرفه مستقله، ماشي، اللي هي بتاعه العبوه والفرز والكلام من ده. تاني حاجه اللي هي غرفه التمليح، دي برضو لازم تبقى غرفه مستقله، بحيث ان انا ببدا بفرد السمك على الارض، ما حدش يخش يدهوس فيه او كلام من ده، او حد يدوس عليه او لا. وبعدين بقى غرفه الفران اللي انت حضرتك واقف فيها دي، برضو الفران ديت لازم تكون بعيده عن الكلام دوت وتكون لوحدها، بحيث ان الدخنه ما تاذيناش او الكلام من ده. طبعا الحمد لله احنا عندنا بالنسبه لنشاره خشنه ما بتطلعش دخنه بكميات كبيره اللي هي تاذينا، بدليل ان احنا ممكن نولع واحنا واقفين في الغرفه ذات نفسها، ما نتعبش. ديت اهم حاجه. وبعدين بقى المخازن اللي احنا بنحط فيها الصناديق، بنحط فيها النشاره، بنحط فيها ورقنا، بنحط فيها ايه الحاجات المستلزمات بتاعتنا، فاهمني؟ ديت اهم حاجه في المصنع. نعم. استاذ احمد، قول لي ايه الخطوه اللي اتعملت او لو اتعملت غلط السمكه دي اصبحت ضاره او اصبحت فيها مشكله على حياه الانسان؟ يعني ايه اللي انا عملته او لو حصل مني كمصنع بشكل خاطئ يخلي السمكه دي ضاره على حياه الانسان او ممكن تضره يعني؟ هو هقول لك انا حاجه، يعني هو كل حاجه عملتها لو غلطت فيها تتعبك. يعني النهارده مثلا حضرتك هكلمك كمستهلك، النهارده انا لو زودت الملح شويه في السمك انت حضرتك هتتعب، فاهمني؟ ما هو الملح زياده يبقى انا هتعب، خلاص كده املاح، نسبه املاح كلام. النهارده لو مثلا جينا في مرحله التنشير، مثلا لو انا سبت السمكه تتنشر زياده عن اللزوم برضه ده خطر، فاهمني؟ تالت حاجه مثلا الدخنه، النهارده مثلا لو انا النهارده اديتها دخنه زياده خلاص السمكه باظت ما عادتش تنفع، فاهمني؟ خطوات بقى المستهلك، ان انا يعني اللي يأذي المستهلك جدا ان هو دايما، وكمان المستهلك معلش ليه احنا بنعتبر على المستهلك، ان انت ما تاكل لما تيجي تاخد الرنجه خدها من جوه التلاجة، فاهمني؟ ما ينفعش ان انت تروح مثلا لا انا عايز الرنجه بره التلاجة، لا اما تاخد الرنجه جوه التلاجة اصلح لك.
ليه؟ بحاجه متحافظ عليها. يعني النهارده انت لو حطيت اي حاجه ايا كانت بره الثلاجه ايه اللي بيحصل؟ اكيد لازم تبوظ، مش يعني بيبدا بقى العفن والتفاعلات والكلام من ده، فبالتالي لازم تبوظ السمك. فهو المستهلك الامان ليه ان انت تاخد السلعه دي من جوه الثلاجه. طبعا اذا كان مغلف او سايب ده الاثنين يدخلوا الثلاجه عادي. ده لازم. يعني انا النهارده مثلا بعد المرحله النهائيه بتاعتي بالنسبه للعبوه الترنجه لازم العربيه تتحمل تخش الثلاجه في ساعتها، ما تستناش تبدا تتوزع من بعد تاني يوم ما تخش الثلاجه. ديت امن حاجه للرنجه، يعني هي ديت الحاجه الوحيده اللي انا يعني دايما ايه يعني في خطوات التصنيع ما تاذيش قوي. خطوات التصنيع ما تاذيش، يعني مش هي دي اللي بتعمل لنا حالات التسمم وتعمل لنا حالات القيء والكلام والاسهال والكلام ده كله. مش هو ده، هو اللي بيعمل لنا الكلام ده كله ماشي ان انت تاكل السلعه دي بره الثلاجه. سوق العرض هو دوت اللي بيأذي. سوق العرض هو دايما المصنع ما بيبقاش اصلا المصنع استحاله يطلع رنجايه من عنده تأذي بني آدم، لأن هو كده لما يطلع رنجاية تأذي بني آدم خلاص كده هو بيقفل. ده غير إن هو بيعرض نفسه المسائلات، أنت جايب الرنجة دي منين؟ مين بيعها؟ طب ما هيروح للبايع، البايع هيجيب اللي موزع له، الموزع هيجيب المصنع، فبالتالي كده هيأذي صاحب المصنع. إنما هو دايما الحاجات اللي احنا بنشوفها من سوق العرض. سوق العرض هو اللي بيأذي البني آدم، لأن احنا بنشوف الناس بتتعامل مع السلع باهتمام باهمال، والاهمال ما بيجيبش الا المشاكل. ده يعني ده حاجه طبيعيه. يعني مع التطور اللي بيحصل في العالم اللي احنا بنشوفه دلوقتي، هل الصناعه دي هتفضل بالشكل ده مانوال، ولا ممكن ندخل عليها التطور بقى، ممكن نلاقي مكن بيعمل عمليه التخليل ده، او اجهزه معينه بتطلع حراره معينه تعمل عمليه التخليل ده؟ هو موجود بالفعل، موجود بالفعل، بس اسعارها مرتفعه جدا. يعني النهارده مثلا لما يجي مثلا اللي هو في هولندا عملوا افران اليه تطلع دخنه وتدخن وتطلع المنتج، يعني انت يا دوب احنا بندخل الترول دوت ندخله الفرن يطلع لنا رنجه. ماشي، بس كلفته عاليه، كلفته عاليه. يعني انت بتيجي تتكلم مثلا في فرن واحد بتتكلم مثلا في 300,000 400,000. الفرن ما بيدكش كمان الكمية اللي انت عايزها، فانت النهاردة عشان خاطر تجيب فرن زي ده محتاج رأس مال كبير. بس برضو ان شاء الله في خطتنا ان احنا نجيبه، يعني مش ساكتين. يعني احنا دلوقتي اللي خلانا عرفنا اسعاره ايه وعرفنا مكانه وكده، فعرفنا طبعا وبنسعاره يعني ان شاء الله، وبإذن الله يعني ان شاء الله النوبة الجاية حضرتك تشرفنا تلاقيه موجود بإذن الله. بإذن الله. أحمد، طب رسالة أخيرة تقولها للناس اللي بتشوفنا النهاردة اللي عندها بعض التخوف من سمكة الرنجة أو أكل الرنجة، رسالة ممكن توجهها للمشاهدين تقول لهم إيه؟ والله أنا بتكلم بالنسبة للناس اللي هم عندهم تخوف. إحنا بقالنا النهاردة بنتكلم في 30 سنة بناكل رنجة، ما حصلش حاجة. يعني إحنا كل يوم بناكل رنجة. إحنا بالنسبة للمصانع، مصنع عندنا هنا ما فيش وجبة تتحط للعمال إلا أما لازم يكون الرنجة معاها، ده طبيعي. والحمد لله ما دام السلعه في تقدم وفي ازدياد اكيد انها ما تخوفش باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل التوفيق والصحه. ربنا يخليك، وانا سعيد جدا بلقائكم وبتشرفكم هنا.
أعزائي المشاهدين، ودي كانت أسرار أو الأسرار الخاصة بتصنيع سمكة الرنجة. أشكركم وأشوفكم الحلقة اللي جاية.